السؤال السادس والعشرون، ورد في الجزء السادس والعشرين أن الجنة تزلف أي تقرب للمتقين غير بعيد. اذكر اسم السورة ورقم الآية. المعنى للآية الكريمة يعني قربت الجنة للمتقين ربهم عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. وبالمناسبة هذه الآية لها آية متشابهة لها في سورة الشعراء، ولكن نحن نريد الآية التي في هذا الجزء إن شاء الله تبارك وتعالى، الجزء كام؟ السادس والعشرون.